رحبوا بكم في الجولدن هاوس، المقهى العائلي اللي غلب فيه الفئة النسوية أكثر، وهذا نظرا للاحترام اللي فيه. ممنوع على الرجال باه يدخلوا فيه وحدهم، ولكن يقدروا يدخلوا مع العائلات تاعهم. نوع الفكرة اللي جاتنا باه نخصوها للعائلات، وهذا الشيء راه ناقص بزاف في ولاية تيارت، وراه كاين إقبال كبير ما شاء الله. والفكرة أنه الابن والوالدة تاعها ثاني راهي قليلة بزاف، بيكون مشروع مع ابن والوالدة تاعه، يعني هذا شرف لنا ولولاية تيارت.